في مثل هذا اليوم إذن من عام 1958 أبى الشعبان الجزائري والتونسي إلا أن يسجل صفحة خالدة من تاريخهما المشترك ليصنع فيها أعظم وأبهى صور التلاحم والتآزر دفاعاً عن قيم الإنسانية والحرية والكرامة، في قناعة تامة بأن قوة وعمق الروابط التي تجمع بلدين وشعبين هي أكبر من أن تنالها غطرسة المستدمر وعن جهيته الظالمة.